الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أنا مجدة بن ستيرة، عمري 22 سنة، نسكن في ولاية قالما، بلدية هليوبوليس، ونقرأ السنة الثالثة ثانوي شعبة أدب وفلسفة، والعام هذا يعني قاعدة نفوت في الباك. كي كان في عمري 10 سنين سجلت سما في مركز متخصص في ولاية أم البواقي، تعلمت البراي ثم 9 سنين، وقريت ثم بعد 9 سنين، وكي ديت البيام جيت حنا لقالم، وليت نقرا في التكنيكوم متقن عزيزي عبد المجيد. كي تعلمت البراي وتعلمت كيف نكتب، وليت نقرا مليح، جامي نهار عاودت عام ولا حاجة. والمعدل تاعي تجيب 11 12 13، ما لياش يعني متوسطة برك. نحفظ من الكرارس تاعي، وساعة ساعة كيما تكون حاجة تاع فهم نريفيزيها من اليوتيوب، نجبد أساتذة من التليفون. الباك لحد الآن جاني ساهل، يجيبوا لي سجيات بالبراي ونقراهم ونعقب. بعد الباك ناوية ندير اختصاصي شريعة، وكون نديه متوسط ندير علوم اجتماعية، بان نولي طبيبة نفسانية إن شاء الله، لكتب ربي. العائلة تاعي هي اللي يعني وقفت معاي وشجعتني ملي كنت صغيرة لحد الآن، نشكرهم ونقولهم ربي يحفظكم لي، سيرتو بابا ويما هما اللي تابوا على جالي كثر، ونشكرهم ونقولهم ربي يخليكم لي ويحفظكم لي.